كابتن حسام، انا السؤال ده يعني سؤال للاطمئنان عليك انت شخصيا يعني ومهنيا، هل انت حاليا مرتاح مع الصفاقسي؟ التجربه في الجزائر كنت ماشي فيها بشكل رائع، بس الظروف ما كانتش سامحه، حتى اللي حصل مع منتخب مصر عشان ما نعيدش الكلام تاني، امور صعبه جدا تعرضت لها في الفتره الاخيره. هل الوضع حاليا في الصفاقسي هو وضع مريح بالنسبه لك للنجاح ان شاء الله في المستقبل؟ والله الوضع طبعا انا بشكر اداره الصفاقسي برضو لانها بتحاول طبعا تحقق لي كل الحاجات اللي انا يعني بتكلم فيها وبطلبها. يمكن هناك بعض الصعوبات لسه لازم تتحقق عشان تحقق الاستقرار وتحقق ان يبقى في تطور، ومحتاج طبعا انتدابات وهم معادلني في شهر 6. لكن خلينا اتكلم بمنتهى الصراحه كريم، انا لما جيت هنا طبعا كانوا بيكلموني على مشروع، ويعني اتكلموا على اساس ان انا لازم اكون موجود معاهم الموسم ده والموسم الجاي، فيمكن انا لا اشترطت ان انا بمضي لسنه ونص، لكن الست شهور الاولانيين بعد ما بينتهوا اقرر الاستمراريه من عدمها، على اساس ان انا مرتبط برضو الواحد بيبقى موجود في مكان بيحب يحقق فيه طموحاته ويحافظ على اسمه ويضيف لنفسه بعد المشوار الطويل والمرهق والمتعب اللي انا قضيته في كره القدم. صح. فلابد يبقى ليا بعض الحسابات الخاصه، وده من حقي طبعا ان هي تبقى متوفره عشان اقدر اضيف. يعني انا مرتبط بالست شهور دول، وفي نفس الوقت انا بامل طبعا ان انا ابقى موجود في الدوري المصري تاني ان شاء الله، لسه بفكر برضه. فكل الامور دي هتتضح، لكن الى وقتنا هنا بصراحه الاداره بتسعى جاهده يعني تحقق لي كل حاجه، لسه في حاجات ما اتحققتش، لكن هم بيسعوا بشكل كبير.